لا لك الملك والقوة
ملكة السماوات عبد الله وإكليم الإبن المبارك والقدسية البيت المجنين إلك المبارك والقدسية البيت المجنون السيفرات اسم عبود إبنك ممكن يسمشين Amen.
وحسد وكل تجربة وكل عمل شيطان وضرب الناس مشروع كاما من صاحبين من زعلنا وعن سائر شعبك وعن هذين عرسين بنوه مجريش وعن حدث هذا الذي بقى في نسمة Amen.
من ذلك الأمر لكل شيء. أيها الرجال، أحبوا مسألكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لها لكي يقدسها مطهرا إياها بنسل الماء الكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة بلا دم فيها ولا قسم أو شيء من استزادة بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم ينظر أحد جسده طيب بل يقوت ويربيه كما رب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه من عظامه. مثل هذا Yeah.
Oh,
أبنوب
Amen.
منكم امينا نحو الاخر. فقول معلمنا بولس ليس للمرء تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل ايضا ليس له تسلط على جسده بل للمرء. Thank you.
الرب جل اسمه الحل في عرس القرن الجديد تحل على يكون في منزلكما وتوسط بينهما وتجعل المحبه الروحانيه في قلبيكما وتدين ارزاقكما وتعمر منزلكما وتمنحكما العمر الطويل والحياه الجميله مع الاولاد المباركين. ولينا نسال ان يتقبل هذه الصلوات الكبيره الدعاء ويعوضنا عن الفتيات والضحيات وعن الفتيات السمعيات ويغفر لنا خطايانا وذنوبنا وزلاتنا ويوفينا مكاتب ومكاتب العدو الشيطان الشرير ويحفظ كافه الاخوه الحاضرين معنا بيمينه المسيح كل ايام حياتهم ويعمل منازلهم ويكفيهم كذلك العدو ويعطيهم فرح السماء الذي لا يشوفه قدر بشفاعة سيداتنا القديرة وفاطمة بن سنة السيدة العذراء الكاهنة والدة الخلاص الزكية المفضلة على سائر الناس البشر القديسة مريم الرقية والشهيد المكرم الخطاب مرقس الإنجيل رسول كافة الشهداء والقديسين الأخبار آمين. اجعلنا مستحقين لكل الشكر Yeah.
الله.